نروح بعد كده للتقارير الصادرة عن البنك المركزي اللي لازم او مفترض ان احنا ناخدها بمحمل الجد شوية، لانها ممكن تخلي سعر الجنيه في الارض زي ما شفنا الايام اللي فاتت. سعر الدولار تخطى حاجز ال 11 جنيه، ممكن ترفع من قيمة الجنيه، فبالتالي محتاجة انها ما تخرجش كده وخلاص، لا محتاجة انها يعني يتم البحث في امرها. جريدة المصري اليوم كشفت أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بيقول أنه حجم السيولة المحلية وصل لحوالي 2 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي، وسجل زيادة وصلت ل 241.1 مليار جنيه بمعدل 7 مليار جنيه أو بمعدل كمان 13%، وده خلال فترة من يوليو لأبريل من العام المالي 2015-2016. وقال التقرير ان الزياده في السيوله المحليه انعكست على نمو اشباه النقود بمقدار 200 مليار جنيه بمعدل 15%، والمعروض النقدي بمقدار 41.1 مليار جنيه بمعدل 8.2%. وقال ان الزياده في اشباه النقود جت نتيجه لارتفاع الودائع غير الجاريه بالعمله المحليه بمقدار 145.7 مليار جنيه. كلها ارقام محتاجه انه يتم النظر فيها وتحليلها عشان احنا كمان نفهمها.